لسه مكملين معاكم فقراتنا، وصلنا دلوقتي لفقرة بنتكلم فيها عن كتاب، وهي فقرة أسبوعية. النهاردة الكتاب اللي هنتكلم عنه هو حزب الكنبة، رحلتي من الكنبة إلى الميدان، للكاتب أستاذ عزت أمين. وطبعا حزب الكنبة مصطلح ظهر وقت الثورة، انتشر أكتر بعد الثورة، بيزعل البعض وناس يعني بتتضايق منه، بتحس إن فيه شوية تريقة على الناس، إنما هو المقصود منه المجموعة اللي قعدت في بيتها، اللي ما اتحركتش، اللي كانت بس متفرجة، ما كانش ليها دور، ما كانش ليها دور فعال الناس شايفاه. ولكن يعني خلينا نتكلم عنه أكتر وبالتفصيل مع كاتبنا أستاذ عزت أمين، أحسن ما أنا بعملها أشرح فيه أكتر. صباح الخير، صباح الفل. أنا سعيد. حزب الكنبة يعني إيه؟ حزب الكنبه هم الناس، يعني حسب اول مقاله ما طلعت، يعني هم الناس اللي كانوا في منتهى السلبيه ساعه الثوره، مش عارفين اللي بيحصل ده حقهم، لكن بعد الثوره كانوا في منتهى الايجابيه ان هم يشتموا في كل رموز الثوره ويقولوا عليهم كلام يعني مش مفهوم، وده مش من حقه. يعني كلمة مش زي ما احنا متخيلين، اللي هي الناس اللي بتتابع الأحداث بس ما بتشاركش فيها، ما هو يا ريت يفضل من يعني مش شمائل، بس سلبية، لا كمان كان ليهم دور هو حسب. سلبي في المشاركه في الثوره، ايجابي في ان هو في تشويه الثوره. يعني ايه؟ خدي عندك بقى مش عارف مين ماسوني ومين عميل، والدبابات الايرانيه اللي راجعتنا في شارع جامعه الدول العربيه وشفناها بعينينا، وكل الكلام ده، وليه لابس عبايه بكباسين، كل الايه الطقم اللطيف اللي احنا سمعناه ده. فهو ده انا كتبتها كده يعني في الاول، يعني ده في بس كل البداية واحد بقى استخدمها بقى زي ما هو عايز بقى براحته. رحلتي من الكنبة إلى الميدان، يبقى احنا بدأناها بالكنبة. طبعا انا يعني إزاي بقى؟ انا كنباوي اصيل يعني، وعضو مؤسس. طب ده يعني اشرح لنا برضو ابتديت إزاي من الكنبة. ابتديت زي الملاقي. بص، يعني انا كاتب في الاول خالص ان الرحله دي ما يميزها انها غير مميزه، يعني ولا كنت في تنظيم سري ولا تنظيم علني، ولا كنت بايد مش عارف مين، ولا في جمعيه جيل المستقبل، ولا في اي حاجه، ولا حزب معارضه، ولا كرتوني، ولا اي حاجه. قاعد مش فارق معايا اي حاجه في الدنيا، يجيبوا مين يجيبوا ما يجيبوش مش قضيتي، يعني انا بالنسبه مش دي قضيتنا خالص، وقاعد. لكن النظام السابق ابتدى يوصل من مرحله استبداد للاستهبال للاستعباط، لانه بيستخف بينا. فانا مع كل مرحله من المراحل دي ابتديت افوق، ابتديت اقوم، لا يا جماعه في حاجه غلط، يعني ما ينفعش في حزب ياخد 98.5% في البرلمان ويطلع رئيسه يهنيه على الاداء الديمقراطي، احنا جايين نهزر. فالاستخفاف بينا ده هو ده طبعا، غير موضوع خالد سعيد، غير سيد بلال، غير الكلام ده كله. فبالبلدي قفشت. يعني نتيجة الأحداث لا تغيرت وجهة نظرك. متراكمة بقى من 2008 بقى، وانت طالع بقى. طب خليني أتكلم دلوقتي على اسم الكتاب. حزب الكنبة زي ما قلنا في الأول بيضايق الناس، كلمة حزب الكنبة ابتدت يعني ليه؟ ناس كتيرة جدا تبقى ليه متضايقة ليه منها. ده ليه؟ ده ليه؟ ده مش ممكن يأثر على مثلا بيع الكتاب، انتشاره، مش ممكن يعمل لك أي مشكلة. لا ما بص، انت لو حاولت ترضي كل الناس هينتهي بيك الموضوع، انك انت واقف في النص، ده مش اي حاجة خالص. ده ما ينفعش كده. هبقى عامل زي الرئيس التوافقي كده، اللي هو يعني اللي ما بيزعلش حد. ما هو اللي ما بيزعلش حد مش ما بيعملش حاجه. تاني حاجه، الكتاب ما فيهوش اي تريقه خالص على حزب الكنبه. يعني اللي فاكر ان هو هيلاقي كتاب كده فيه تريقه على الناس اللي فضلت قاعده وبتاع، ما يجيبش الكتاب، مش دي قضيتنا خالص. هي الفكره قصه زيها، قصه غير مميزه، تتشابه مع قصص كتير او ناس كتير قوي، فيهاش اي ادعاء للبطوله ولا للثوريه. واحد نزلت انا، حتى لما انا كاتب ان انا يوم 25 يناير نازل، مش عارف بيعملوا ايه، مش عارف بياخدوا معاهم ايه. نزلت ميدان التحرير، انا كنت فاكر ان هم الناس بتظهر عادي في ميدان التحرير، يعني ده من سذاجه مش من شجاعه. وقفت لقيت نفسي واقف لوحدي في ميدان التحرير، وحوالي 10,000 واحد مسلح واقفين لوحدي، واقف لوحدي. ف يعني ما فيهوش اي ادعاء خالص. وانا حتى فاكر حتى لما قلت لمراتي انا نازل ميدان نازل الميدان، توقعت يعني تتكلم عن الشجاعه وعن ولا حاجه، قالت لي لا روح قص شعرك. نزلت الميدان مش لاقي حاجه، فبسال حتى الضباط، بقول لهم لو سمحت فين المظاهرات، واقف لوحدي ده. فبقول لك انا يعني ده عن جهل، مش عن شجاعه يعني. ف طب ده المفروض يعني يوم 25 يناير بتتكلم على آلاف مؤلفة كانت في الميدان. لا انا نزلت بدري وما رحتش اماكن التجمع الاولانيه، نزلت الميدان اول حاجه خالص، نزلت الساعه 12 الظهر، كنت واقف لوحدي. هي دي الفكرة، يعني بقول لك عن تمام. جهل، أنا نزلت لوحدي في مكان غلط. تمام، فكرة الكتاب جات لك منين؟ فكرة الكتاب جت من مقالة كتبتها بعد الكتاب يوم 22 فبراير، كانت رسالة لحزب الكنبة العظيم واللي طلع منها الكلام ده كله. المقالات دي على على الإنترنت ولا؟ لا المقالات دي على الإنترنت، وبعد كده دار الشروق قالت طب ما دي نجمعهم
قلت لهم طيب ونكتب بكتب برضو ايه القصه، يعني جزء هو جزئين، الجزء الاول القصه والجزء الثاني المقالات. وبدأتها بذكرياتي على الكنبة. ذكرياتي على الكنبة كانت بتتكلم على ما قبل وانا قاعد مستقر الثورة. كده. تمام. إيه في ذكرياتي على الكنبة قلت إنك ما كنتش بتمانع التوريث، مش مهتم بالسياسة، كل النهج اللي ماشي عليه حزب الكنبة عموما. اعمل لهم ايه يعني، فاهم يعني؟ اصل هم وصلونا للاسف عن طريق الزن، لا ما فيش حد يصلح غير هذا النظام، ما حدش يصلح غير هذا النظام، هو الوحيد اللي هارش اللي فاهم ما كانش فارق معايا قوي. خلينا نروح لمقالة من مقالاتك، يعني اسمها بصراحة يشد، أسئلة بتزن. طرحت فيها مجموعة من الأسئلة، يعني هي أسئلة ذكية جدا لازم أشيد بيها. ليه ما فيش سجن نساء واحد اتفتح؟ ليه يحصل حريقين بوزارة الداخلية واحد منهم ماس كهرباء من التكييف مع أننا في الشتاء؟ المتحولون من مشاهير بيمشوا في الشارع إزاي؟ بصراحة كلها أسئلة مهمة. لقيت أجوبة لا لا لحد دلوقتي؟ لا لا مش قادر افهم يعني اول سؤال اللي هو بتاع سجن الناس ده، كانت امي سالتوني قالت لي مش هم بيقولوا ان الاهالي هم اللي فتحوا حماس ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده؟ قلت لها، قالت لي طب ليه ما فيش سجن الناس واحد فتح؟ ما لهمش اهالي يعني؟ طبعا استخفاف يعني بدماغنا. المتحولون ازاي دلوقتي بيمشي في الشارع؟ ده اللي مش بيمشي في الشارع بس، بيمشي في الشارع وبيطلعوا في التلفزيون وبيرشحوا نفسهم لرئاسه الجمهوريه. فدي لقيت اشخباك اللي انا كنتش اعرف يعني ان هو هتوصل بيهم الجيران ان هم حتى كمان يترشحوا رئاسه الجمهوريه. في لا في في اسئله كتير بقى مش لاقي حل يعني. كان في أسئلة كمان على وزارة الداخلية والحرائق بالماس اللي تمت. حريقين بالماس الكهربائي في الشتاء، يعني المفروض انا اصدق وكلهم في اللي عند الادله، يعني المفروض انا اصدق. لا طبعا بيستخفوا بينا. طب انا برضو عايز اسالك حاجه، يعني لما تكتب الاسئله دي وموجوده على الانترنت، مش بتلاقي الناس مثلا بتتجاوب معاك، بتبتدي تقول افكار، ترد على سؤال؟ يعني كل الاسئله دي كانت في دماغنا كلنا. في طبعا بس كل الاسئله كلها يعني انت عارف الشعب المصري يعني كلها اسئله بالتهريج يعني. اصل الداخليه برد، اصل الداخليه حر طول عمرهم يعني، اصل يعني ايه حريقين ورا بعض في نفس المكان في نفس الدور ويقول لك ماسك كهربائي واحنا في الشتاء؟ يعني ما عرفتكش انا كده يعني، فاهم يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ أما بقيت من أهل الميدان، رأيك إيه في الأحداث اللي حصلت بعد كده؟ يعني من اول امتى؟ ما هو اصل بصي هنقول الميدان من عدى أول بالظبط كده تنحي الرئيس السابق، من يعني اول نبتديها خطوة خطوة. من بعد التنحي، من بعد التنحي والفرحه العارمه. وطبعا كانت اول كارثه الاستفتاء، انت من بتوع نعم وانت من بتوع لا، وبتوع نعم يتريقوا على بتوع لا وبتاع وغزوه الصناديق وكل الكلام اللي احنا شفناه ده. لا طبعا بقى دخلنا بقى في دوامه يعني في مراجيح بجد اللي حصل. والدستور اولا لا الدستور اخيرا، نحترم اراده الشعب، ننزل نقيل حقومه الجنزوري، لا ما نقيلهاش، لن نركع، كل الكلام بس ده محتاج كتاب لوحده، ده يعني مش موجود طبعا هنا. كل ما اللي حصل بعد الثورة محتاج لكتب، بس أعتقد عشان تقدر تأرخ لحاجة لازم تستنى وقت أكبر شوية. بص هو ما اقدرش، ده مش كتاب تاريخ برضه يعني، هو في وصف كده اتقال عليه، هو ده تاريخ مشاعر يعني. انا كاتب هنا تطور يعني، انا المشاعر بتاعتنا ساعتها، لكن تاريخ بالظبط ايه اللي حصل. يعني بالمناسبة ده الكوفر بتاع الكتاب والكنبة الموجودة عليه كنبة ملونة وحلوة جدا وفيها تفاؤل كبير أوي. يا ريت يعني يعني أنا حبيت الكنبة هنا، مش العكس. كان في يعني اخترت ازاي الكوفر ده؟ لا ده وليد طاهر يعني الكوفر معروض الكفر. قدامنا. ده وليد طاهر. بس خد بالك ان الكنبه مش كنبه أيوه، يعني، بمعنى بمعنى ان هي دلالتها ايه يعني؟ ما هياش كنبه فعلا، هي كنبه الى حد يعني، كنبه عقليه، كنبه كنبه جواكي يعني. لما تقولي ايه انا هطلع محامي زي ابويا، ما انت قاعد على كنبه جوه دماغك. لما تقول لما تقعد تردد وتصدق ان نعرفه احسن ما نعرفوش ولازم نمشي جنب الحيطه، انت قاعد في كنبه جوه دماغك. انا لازم اشتغل زي عمتي، او لازم يبقى في اللي هي حتى من ضمن الحاجات اللي هي الاجابه النموذجيه، انت قاعد على كنبه جوه دماغك، انت خايف. هي دي مشكلتنا يعني. ليه النهارده مثلا وزير مش قادر ياخد قرار انه يستورد امصار الحمى القلاعيه؟ لان من هو صغير زيه زينا يعني، ما ندعيش بس عليه، وهو صغير كان بيقولوا له ما رايك في مقاله والشعر، فكان له اجابه نموذجيه، فهو متعود ان حد يقول له ايه اللي بيحصل. فطلع من التعليم بيقولوا له ايه اللي بيحصل، بعد كده جه يخش الكليه قالوا له تخش اي كليه، مكتب التنسيق رماه في اي مكتب القوى العامله رماه في وظيفه.
ففي الاخر خالص طلعنا الطالب المتوسط الجميل ده لما يبتدي ياخد مناصب هو مستني حد يقول له، فبما ان محدش بيقول له فهو مستني الفرج، ما بيمضيش، ما عندناش ولا وزير ولا مسؤول قادر يمضي على اي شيء لان هو مش متعود ياخد قرار. هو انا مش عارفه ارد بصراحه، مش ما هقدر هي اسالك اكتر من كده في الجزئيه لا دي. من غير بس بس ما تخاف من غير بس ما تخش في السياسه في اي شركه في اي وظيفه في اي عمل قال لك ايه، تشتغل كتير تغلط كتير، لا ما تشتغلش خالص عمرك ما هتغلط. وبما انك انت عندك النهارده الترقيه بالاقدميه مش بالكفاءه، يعني لو فضلت محافظ على كرسيك هتترقى مش مهم الكفاءه، ولابد من قتل اي ابداع واي حد يخوفك من فوق من تحت. طب لو رجعنا تاني لحزب الكنبة وهقول ان وقت الثورة وبعد الثورة كان في ناس كتيرة جدا منضمة لحزب الكنبة، عددهم دلوقتي تفتكر يعني قل ولا كده؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، هي الثوره نجحت لما حزب الكنبه انضم للثوره، يعني عشان بس نكون متفقين، هو لما انضم وشاركوا هو ده اللي نهى الموضوع خالص. اعتصام العمال او العصيان المدني اللي كان اخر يومين في الثوره هو ده اللي نهاها. لكن انت لو بتتكلمي على الثوار بس دول اربع تنفار، يعني دول اللي ممكن تحطوا في اوضتين وصاله لو بنتكلم على مستوى الجمهوريه، يعني اللي هم ليهم تأثير ليه من اللي بينضم لهم من إيه؟ من حزب الكنبة. حزب الكنبة مش شرط يكون ضد الثورة خالص، يعني بالعكس، يعني في تمام. محمد محمود مدير حزب الكنبة في 25 يناير 2012 مدير حزب الكنبة. في كتابين اسمهم حزب الكنبة ولا كتابك فقط في اللي اسمه كتابين، في حزب الكنبة؟ كتاب في مجموعة شاكر وكان قصصية في كتاب تاني. مش تبعك. من ضمن أسئلتك قلت هتقول لابنك ايه لما يكبر، ما هي تقول دي لابنك الفكرة، ايه لما يكبر؟ يعني بروح أقول له بص يا ابني احنا حاولنا تمام، في حاجات عملناها وحاجات ما عرفناش نعملها تمام، وهقول له يعني هكتب له كده في الوصيه كده اقول له بعد كده ايه اللي يحصل تعمل ايه، يعني هدي له وصيه احنا غلطنا في ايه وكسبنا ايه وعملنا ايه وثقنا في مين وما وثقناش في مين. لكن انا عندي امل في الجيل الجديد تمام، يعني كل ما بتصغري في السن كل ما بتشوفي في طاقه، وروح شوفي اعتصام الالتراس مثلا. تفتكر كتب التاريخ، كتب الدراسية بتاعة التاريخ، بتاعة المنهج اللي في منهج المدرسة، تفتكر هيكون فيها ايه؟ هيكتب فيها ايه على ثورة 25 يناير؟ حسب مين في الكرسي، يعني لو مثلا الحزب الفلاني هو اللي بقى دلوقتي في المنصب هيقول لك ان الحزب الفلاني هو الوحيد اللي حمس الثوره، لو المجلس العسكري هو اللي فضل موجود هيبقى المجلس العسكري هو اللي حمس الثوره، لو انا اللي طلعت للسلطه هيتكتب ان عزت امين هو اللي ابتدى الثوره لوحده وعملها لوحده وهزم الجمال لوحده. حسب مين، هو اللي بيكتب التاريخ هو المنتصر تمام. بس ده كان زمان، يعني هو الفكره دلوقتي انك انت بالظبط. عندك هتفضل الفرصة دي موجودة يعني للأجيال اللي جاية بس احنا ولا لأ؟ عندنا إن أي فيديوهات، حد يكتب بس احنا عندنا فيديوهات التاريخ عندنا برامج عندنا مدونات عندنا انترنت، حسب حاجة. فالتاريخ ما بيكتبوش بس المنتصر طب بس، تتكلم على كتب التاريخ بتاعت الوزاره بالظبط هيكتب المنتصر. ماشي. عايزة تأمين عنده كتب جديدة، إيه الفكرة في الجديدة؟ كتيب هيتعمل اسمه دوله الاجابه النموذجيه، هي بقى على فكرة الدولة النموذجية من أول التعليم للجواز للشغل، من أول هتخش كلية إيه لحد إيشاني حمامك اللي بتختاروا لك خالتك وعمتك والمقاس دي، من ضمنها برضو الجمل اللي بتعدي علينا عادي وبنحس إن هي عادي وهي جمل غريبة، زي مثلا كلمة مثلا بواقي تصدير، ايوه، إزاي كلمة بواقي تصدير تعتبر إن هي حاجة حلوة دي فيها بواقي وتصدير، يعني وفرز تاني وفرز تالت إزاي أنا أجري على حاجة اسمها بواقي، وليه إحنا دي فكرة إن هو من المنطقي ان كلمه كافيتيريا سياحي او كلمه سياحي معناها حاجه انضف من اللي بيروحها المصريين، يعني دي ايه الشعور البدونيه ده اللي عندنا وبقى عادي، زي بالظبط كلمه احنا شعب ما يجيش غير بالكرباج، زي كلمه احنا شعب همج. هي أسئلة كتير، مصطلحات كتير فعلا، كلنا يعني كلنا أعتقد بنستفز منها بس عمرنا ما طرحناها بشكل واضح للدرجة دي. الفكره احنا شايفين ان هي عادي بقت عادي، لا طبعا ده كلام فارغ ده مش عادي. لا مش للكل برضه يعني. الكاتبة عزة أمين وكتاب حزب الكنبة، رحلتي من الكنبة للميدان، حاولنا نعرف منك رحلتك من الكنبة للميدان كان شكلها ايه. مبروك على الكتاب، وإن شاء الله نستنى كتاب جديد. شكرا، نورتنا ميرسي جدا. مشاهدينا، خليكم معانا، لسه معانا فقرات بعد الفاصل. بس هنروح دلوقتي لتقرير من مركز محمود مختار الثقافي، وكان فيه أمسية شعرية موسيقية مصورة حضرها مجموعة من الأدباء والشعراء. نشوف التقرير ونرجع نكمل فقرة.